تهيئة كافة الظروف المناسبة لإدارة أجواء الامتحانات، بالإضافة إلى العمل بالتعليمات الوزارية من حيث نمط الأسئلة وبواقع 60% للMCQ و40% للإساي. هذا العام إن شاء الله تقدمت الجامعة المستنصرية قرابة 3624 متقدم، قسموا بحدود 3136 متقدم دراسة الماجستير، و413 متقدم للدكتوراه، و75 متقدم للماجستير. هذه الأعداد تتنافس على حدود 1222 مقعد. البرامج الدراسات العليا المفتوحة بالجامعة المستنصرية هذا العام زادت عن العام الماضي. العام الماضي كان عندنا 123 برنامج دراسات عليا، هذا العام أصبح 127 برنامج دراسات عليا، تنقسم إلى 72 برنامج للماجستير و46 برنامج للدكتوراه و9 برامج للدبلوم العالي.